بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. سادة الأفاضل، دعوني أخاطب من افتقدناهم ولا زلنا نتنسم عطر طهرهم، فأقول لهم: أجلتم بالرحيل ولم تطمئنوا علينا، ابتعدتم عنا كثيرا لتلتحقوا بقافلة الخلود، ونحن أحوج ما نكون إلى تأمين طريق يخلو من ألغام الانحراف والزيف والظلم والتشكيك وفقدان الأصالة. كم هو شوقنا يزداد لكم بعد أن أصبحت الدنيا رمز لعبادها من الذين اتبعوا الشهوات واستحلوا الكذب وأكلوا الربا وأخذوا الرشا وشيدوا البناء واتبعوا الهوى وباعوا الدين بالدنيا. أيها المعزين الأفاضل، من ضمير أشهر قليلة كنا نجول في ذكرى 5 من شهداء قبضة الهدى، حرثوا ألغام البعث الأسود بأجسادهم فبادلوا الموقف بالدم، وكانوا خط الدفاع الأول للإصرار وصلابة الموقف. واليوم نستأنف التأبين لرمز من 5 فتية آمنوا بوعيهم وازدادوا ثقة بخطهم وأمتهم من أعلام الفخر وصناع المجد. ارتحل عنا فضل الله والوالي والفضل والصيمري والآصفي، فكانوا 5 شهداء قبضة التصحيح، وهؤلاء هم خط الدفاع الثاني لتأسيس الفكر الحركي الإسلامي ونقاء العقيدة والتجديد. نعم أيها الإخوة، فشيخنا الصيمري من مواليد مدينة البصرة، خزانة العرب وقبة العلم، وقد قال علي عنها في مدح أهلها: يا أهل البصرة، أنتم أقوم الناس قبلة، قبلتكم على المقام حيث يقوم الإمام بمكة، وقارئكم أقرأ الناس، وزاهدكم أزهد الناس، وعابدكم أعبد الناس. فقيدنا أبا جهاد يعشق عليا ويستفيض في حبه، وكأنه علم بأن عليا كان يعنيه، فعبأ حياته بالجهاد حيث عاش في خضم أحداث الوعي، حين كان العراق يخضع لسبات الحرمان من الاطلاع على الفكر الحركي الرسالي، متجمدا في بطون الأحكام وأولوياتها. وكان شيخنا على سجية البصريين سخيا بالموعظة، زاخرا بالثقافة، يسحرك حين تستمع إليه ويغمرك حين تطلب العون منه، طيب المعشر يشهد له القريب قبل البعيد. فكان من الرعيل الأول ممن تحملوا مسؤولية الدور الثوري، آمن بالفكر التنظيمي كحالة إنقاذ لحركة الإسلام مقابل كفر البعثيين بالقيم والمثل والمبادئ، وانتمى إلى حزب الدعوة آنذاك، وكان من قادته ليثقل ميزان الدعوة كرائد وقائد ومؤلف، فألف كتاب: أنت تسأل والإسلام يجيب، ردا على كتاب: أنت تسأل والبعث يجيب، بالتنسيق مع الشهيد صاحب الخيل الذي أذيب في حوض التيزاب. ثم ألف كتابا في ذاكرة الزمن، فاصطف في سلسلة المفكرين، وانفرد سماحة شيخنا الغالي كخطيب منبري مساوق لدوره التوعوي. وكان فقيدنا خطيبا كفوا يمتلك لباقة الدليل والبرهان،
وأناقة الخطاب والبيان. فحظي عند الشباب آنذاك كخطيب متزن ومربيا مجتمعيا، مما جعله هدف العيون الاستبداد. فاعتقل في سنة 1972 وأفرج عنه، ثم عاودوا اعتقاله مع سيده شهيد الصدر الأول وشهداء قبضة الهدى. فرزق رفقاءه الشهادة وحكم عليه هو بالسجن المؤبد، ثم أفرج عنه بعفو غادر. فلاحقته أجهزة دولة الخوف بأزلامها، مما اضطر مرغما للهجرة خارج العراق، وختم هجرته إلى كندا، حيث سخر حياته للتبليغ والجهاد والعمل الجاد على خدمة الجالية العراقية، بالتعاون مع شيخنا الجليل أبو زهراء الناصري. وظل في عرينه الدعوي في كندا حتى سقوط النظام في سنة 2003. عاد بعدها إلى العراق وعاش في بيت متواضع في محلة الجمهورية بالبصرة الفيحاء، حتى اقتطفته الجلطة الدماغية، فصرعت روحه وحالت بينه وبين أحبابه وعشاق خطه إلى الأبد، في صبيحة يوم الأربعاء 26 من شهر تشرين الأول 2011. رحم الله فقيدنا الغالي وأسكنه واسع جنانه. وها هي الذكرى السنوية الرابعة لرحيله إلى جوار ربه ليهنأ في أحضان الجنان. ونحن من مسجد أهل البيت عليهم السلام نتقدم بأخلص العزاء لذويه زوجته أم جهاد وابنه جهاد وكل أفراد عائلته وأقاربه ولمن أحبه وسار بنهجه. ولكم سادة الحضور الأكارم من العزيز القدير أجر المشاركة وتجشم العناء، ولأجل روحه الطاهرة نقرأ ثواب سورة المباركة الفاتحة مسبوقة بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.